ولمزيد من التحليل ينضم إلينا دكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية. دكتور أحمد، بعد التحية، زيارة الرئيس التركي إلى مصر، التوقيت وأيضا رفع مستوى العلاقات إلى مستوى مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، رؤيتك لذلك في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بالمنطقة؟ تحياتي لك يا سيدتي ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع انها زياره تاريخيه من حيث التوقيت ومن حيث الدلالات ومن حيث المخرجات النتيجه على هذه الزياره، سواء على مستوى ومسار العلاقات الثنائيه وتعزيز هذه العلاقات ورفع التعاون بينهما الى مستوى التعاون الاستراتيجي، او على مستوى التنسيق في مواجهه التحديات والملفات والقضايا الاقليميه وبالطبع وفي قلبي منها العدوان الاسرائيلي على غزه. وفيما يتعلق بالمسار الثنائي، العلاقات المصريه التركيه تمثل اهميه كبيره تنبع من الثقل السياسي والثقل الاقتصادي الكبير للبلدين في المحيط الاقليمي وايضا في المحيط الدولي، اضافه طبعا الى ان هذه العلاقات تعتمد على مفهوم المزايا النسبيه والمنافع المتبادله، كل منهما لديه الكثير ليقدمه الى الطرف الاخر سواء في المجال الاقتصادي او التجاري او الاستثمارات المشتركه، وهو ما ينعكس ايجابا بالطبع على مستوى معيشه شعبي البلدين وعلى رفع هذه العلاقات، كما اكد الرئيسان في المؤتمر الصحفي العزم البلدين على رفع التبادل التجاري الى 15 مليار دولار، وهو يمثل أهمية كبيرة في ظل الفرص الكبيرة خاصة في مصر في محور التنمية في قناة السويس في إنشاء منطقة صناعية تركية فيها، فيما يتعلق به أيضا في مجالات متعددة. كل هذا بيعكس حقيقة أن المقاربة الاقتصادية والمدخل الاقتصادي يمثل نموذجا للمصالح المشتركة والاستفادة من كل منهما إلى الآخر. أيضا على المسار الثنائي أيضا تتعلق بالمسار السياسي أيضا تمثل أهمية كبيرة وتعكس حقيقة الثقل وتأثير البلدين في الجانب الإقليمي. نعم. هذه من ناحية، من ناحية أخرى أيضا على مستوى القضايا الإقليمية جاءت الزيارة على مستوى القضايا الإقليمية، الرئيس التركي أكد على رفضه لتهجير سكان قطاع غزة، والحقيقة أنه هو كمان يعني قدر الموقف المصري في هذا الاتجاه وأشار إلى مطالبته بوقف المجازر وطالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام ذلك. هذا بيعكس التوافق في الرؤى بخصوص هذه القضية الهامة جدا بين مصر وتركيا. في الواقع أن قضية الموقف المصري والتركي من العدوان الإسرائيلي على غزة يكاد يصل إلى حد التطابق في المواقف، في المواقف، لأن البلدين هناك تطابق وتقارب تركي فيما يتعلق بالمسارات الثلاثة، السياسي والإنساني والأمني. على المسار السياسي، رفض التهجير القسري للفلسطينيين ورفض صفة القضية الفلسطينية، أهمية العمل على حل وتفعيل حل الدولتين وحل القضية الفلسطينية باعتبار أن مصر دائما قالت أنها المفتاح والركيزة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أيضا على المسار الإنساني، عمل على إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف العجز عن قطاع غزة، وأيضا على المسار الأمني في التحذير والعمل على منع توسع هذا الصراع إقليميا. وبالتالي جاء صفقات مهم خاصة مع تلويح كيان الاحتلال أو حكومة الاحتلال بالقيام بعملية في رفح ستكون لها تداعيات كارثية إذا ما حدثت، سواء على الجانب الإنساني الفلسطيني وفي منطقة مكتظة بمليون ونصف مليون، وبالتالي وقوع عشرات الآلاف من الشهداء، أو على مستوى تفجير الصراع في المنطقة. وبالتالي كانت الرسالة المصرية التركية هو أن الشعب الفلسطيني ليس بمفرده، أن هناك موقفا عربيا وإسلاميا وموقفا إقليميا موحدا ضد هذا التطرف وهذا الاندفاع وهذا الجنون الإسرائيلي الذي يقود المنطقة إلى الهاوية، رفض أيضا مخالفات إسرائيل بتسقيط القضية الفلسطينية، وأعطاها رسالة أن إسرائيل بهذه السياسات ستؤثر سلبا على علاقتها مع كلا البلدين، وبالتالي هذا فيها توقيت مهم. ايضا فيما يتعلق به اعطاء رسائل ايضا للدول الداعمه لاسرائيل خاصه الجانب الاوروبي والجانب الامريكي بان استمرار سياسه الدعم المطلق وعدم التدخل بفعاليه لوقف العدوان سيضر ايضا بالامن والاستقرار في المنطقه، وبالتالي هذا بيعكس يعطي رساله ان هناك موقف عربي، موقف اقليمي، ان هناك بين القوى الكبرى في الاقليم والقوى المؤثره مصر وتركيا، اضافه طبعا الى مواقف الدول العربيه السعوديه والامارات بتعكس ان اسرائيل ما تقوم به سيزيد من عزتها، سيضر بالاستقرار في المنطقه، ولن تنجح في تصفيه القضيه الفلسطينيه والخطابات، لان هناك الان حائط صف تقوده مصر يمثل صمام الامان للقضيه الفلسطينيه. وبالتالي جاءت الزياره في توقيت مهم بدلالات مهمه في رسائلها للجانب الاسرائيلي والجانب الامريكي وفيما يتعلق بدعم الشعب الفلسطيني. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد السيد أحمد، الخبير في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.